أخبار اليوم. رمضان في الفلبين. يعيش المسلمون في الفلبين كأقلية، وذلك على الرغم من مجاورة هذه الدولة لكل من ماليزيا وإندونيسيا ذات الغالبية المسلمة. وللمسلمين في هذه البلاد العديد من العادات والتقاليد التي تعتبر خاصة بالمجتمع الإسلامي هناك، وإن اتفقت في الجوهر مع التعاليم الإسلامية إلا أنها تحتفظ بخصوصية مجتمعها. وفي شهر رمضان المجال واسع لإبراز مثل هذه العادات. وللمسلمين في الفلبين عادات وتقاليد خاصة بهم، فهم مجتمع أصيل في مثل هذه البلاد التي لا وافد إليها من بعيد، كما هو الحال في الدنمارك مثلا. ويرتقب المسلمون دخول شهر رمضان من أجل تأكيد هويتهم الإسلامية في مواجهة الحرب ضدهم. ومن أبرز عاداتهم خلال الشهر الكريم تزيين المساجد وإنارتها والإقبال على الصلاة فيها، بل وجعلها مركز التجمع العائلي فتصبح دارا للعبادة والتعارف بين المسلمين أيضا. كما يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح واصطحاب أبنائهم إلى أدائها بغرض غرس التعاليم الدينية في نفوسهم من الصغر. ولا بد على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلاة هناك، وتقام في 20 ركعة. ويحرص المجتمع الإسلامي الفلبيني في شهر رمضان على تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، كما أن الأغنياء يستضيفون الفقراء على موائدهم من دون أي حساسيات. فالكل أخوة في الإسلام، كما توزع الصدقات خلال الشهر في ليلة النصف منهم. ويعمل أئمة المساجد على جمع زكاة الفطر وتوزيعها بمعرفتهم الخاصة على المستحقين من الفقراء.